السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحبائي. النهاردة هنبدأ في شرح Present Continuous اللي هو الدرس الثاني، وهو بيتكلم عن أشياء تحدث الآن أو أشياء تحدث قدام أو أشياء محددة سوف تحدث في وقت ما. لنعلم بهذه الأمثلة. Study this example situation. Sarah is in her car. She is on her way to work. She is driving to work. She is driving to work. هي تسوق الآن إلى العمل. أي هي في طريقها الآن إلى العمل في هذه اللحظة من الزمن. وفي هذا الشيء هو حدث تغيير للزمن وليس هو شيء ثابت. لأنها وهي تذهب الآن إلى العمل ربما الساعة كانت 6 ثم تغيرت بقت 6 ودقيقة واثنين إلى أن ذهبت إلى العمل. فهذه الفترة هي فترة مستمرة من الزمن نسميها continuous. فلذلك سمينا present present continuous لأنها تأتي في زمن المضارع أي اليوم وليس غدا وليس أمس. أي اليوم present simple. أوكي. لكن إذا ضعنا لا continuous هي الزمن هذا مستمر. لم يتوقف عند نقطة ما من الزمن وإنما هو فترة زمنية مستمرة إلى أن إيه؟ إلى أن ينتهي الزمن هذا أو ينتهي الوقت المحدد لفعل هذه الأشياء. ف she is driving to work هي الآن تسوق إلى العمل. فهذه الفترة من الزمنية لم تنتهي لأنها ما زالت تسوق إلى العمل. Okay. This means she is driving now at the time of speaking. The action is not finished. Okay. ده معنى اللي احنا قلناه. في نفس اللحظة من الزمن أو في نفس الكلام في نفس الوقت قلنا إن الحدث لم ينتهي إنه بدأ ولم ينتهي إنها فترة زمنية مستمرة. تعلمنا أن الأفعال الأساسية هي subject بنسميها I, we, you, they, he, she, it. اتفقنا إن هي I أنا و we نحن you أنت أو أنتم و they هم أو هن. Okay. فهذه هي الأفعال الأساسية subjects أو الضمائر بنسميها pronouns. والضمائر الغائب معروفة طبعا هي he أو she أو it. فدي ثابتة في كل الأزمنة. ما يتغير هو ال verb to be أي ما نسميه ال verb to be. أوكي. فهنا في البداية am is are ده الverb to be المستخدم في زمن المضارع المستمر. وقبل أن أبدأ في هذا فأريد أن أنوه لك شيئا. am was are هو فعل الكينونة أو ما نقول يكون أنا أكون. فإذا جاء بعدها اسم واسم أسماء فقط إذا جاء بعدها أسماء فقط أو أي شيء لا يكون فعل. يعني أسماء إذا جاء بعد الفعل الكينونة am is are أسماء فأقدر أستخدمه في المضارع البسيط. ولماذا؟ لأن المضارع البسيط هو شيء ثابت. هل اسمك سيتغير؟ إن كان نعم فإذا لا أقدر أن أستخدم الverb to be المضارع البسيط. ولكن اسمك لن يتغير فهو أحمد أو محمد أو زكي أو أي ما يكون أو أسماء أو أي شخصية ما فهو اسمك لن يتغير. اسمك لن يتغير. إذن في هذه الحالة نقدر نقول نقدر نستخدم هذه الـ verb to be أوكي في المضارع البسيط. فأقدر أقول I am Zaki. He is a teacher. We are good people. He is a good man. Zaki is a good teacher. You are a good student. وهكذا. ولكن إذا ضفت فعل بعد هذه الأفعال لا يمكن أن يكون اسم. أوكي. فهو فعل مستمر. بعد الفعل يأتي فعل أيضا ولكن يكون في حالة مختلفة عنها. أي تكوين الفعل هيكون مضاف له شيء جديد شيء ثابت نوعا ما. في هذه الحالة سنضيف له ing. فالأفعال السابقة أو الأزمنة السابقة مثل في المضارع البسيط
قلنا نحن بنضيف اس او اس او اي اس. اما في المضارع المستمر فنضيف فقط اي ان جي ليدل على الاستمرارية. ان لم تضيف اي ان جي فهذا ليس مستمر. اوكي اوكي I am trying, he is trying, or she is driving, she is working, it is working. We are doing something, they are doing something, you are doing something. فالأفعال driving, working, doing هي أفعال أضيف لها ing. Okay. I am doing something. أنا أفعل شيء. هذا الشيء احنا اتفقنا ان هو فترة زمنية مستمرة قد بدأت بالفعل ولم تنتهي. فيمكن ان ابدأ بقراءة كتاب، ابدأ في بداية قراءة الكتاب، واقف الكتاب لحظة ما، واعمل العملية التانية ان انا اتصل بشخص صاحبي، وبعدين اعود الى قراءة الكتاب مرة اخرى. فهذه الفترة هي فترة مستمرة من الزمن لاني ما زلت اقرأ. ربما اكون تقطعت في بعض الفترات أو بعض الثواني، ولكنها ما زالت فترة زمنية مستمرة لأني بفعل نفس الشيء. أوكي؟ Please don't make so much noise. I'm trying to work. من فضلك لا تفعل أو لا تضايقني يعني بكثير من الضوضاء. لا تكثر من الكلام أو لا تجعل في المكان ضوضاء من أي النوع لأني أريد أن أركز في عملي. ملاحظة ترجمة اللغة الإنجليزية يجب أن تكون بفهم وليس بحفظ، لأن هناك كثير من العبارات تؤخذ بفهم وليس بحفظ، لأن الفعل try يعني يحاول. أوكي okay. I am trying to work. أنا أحاول أن أعمل. بعض الأفعال يمكن أن تعطى معنى، وبعض الأفعال الأخرى إذا أخذت بحرفية ما قد لا يبدو معنى صحيحا. Okay. Where is Mark? He is having a shower. أين مارك؟ مارك هو اسم شخص إنسان، إنسان عاق ذكر، فقلنا الضمير بتاعه هو he. والسؤال is where is؟ فالإجابة he is. Okay. He is having a shower. Having وليس has، لأن بعد الضمير بعد الأفعال لو الverb to be am is are، هنا في هذه الحالة هو is ولكن مختصر بعلامة الأبوستروف s يعني he is. وعلامة أبوستروف s تدل على شيئين، لإما he is أو he has. تعرف إمتى بقى إن كانت he is أو he has؟ من الكلمة التي تليها. إن كان فعل في ing يبقى هذا يعني أن أبوستروف s ده هو عبارة عن is. أما إن كان أبوستروف s بعدي اسم مثلا وليكن he is cat، أنا لم أخطأ وأقول he is cat ولكن هي تنطق he is cat، فهذه معناها he has cat، إنه يملك أوكي قطة. فهذه بعض الأخطاء التي في أخطاء السمع، أما نقول أن السمع بدون فهم لقواعد اللغة لا يكون صحيحا. He is having a shower. هو يستحم الآن. Let's go out now. لنخرج الآن. It isn't raining anymore. لا تمطر الآن. Okay. فما أقدرش أقول it doesn't rain. ليه؟ لأن دي كانت فعل مستمر وانقطع خلاص انتهى. فما اقدرش اقول doesn't، لان doesn't تعبر عن اشياء ثابته. اوكي لا تتغير في فتره زمنيه ما. At the party في الحفله. Hello Jane، are you enjoying the party؟ اوكي are you enjoying the party؟ هل تستمتعين بالحفله؟ وليس do. ليه؟ do لو انا استخدمت do فانا بساله هل انت تحب الحفلات او هل انت تستمتع بالحفلات بوجه عموم، ولكن عشان هو بيقول لي at the party يعني في حفله، والحفله هو حدث، والحدث هو ياخذ وقت من الزمن مستمر في هذا الوقت لانه على التليفون الان.
فبيقول لها: هلو جين، ار يو جوينين ذا بارتي؟ هل تستمتعين بوقتك الآن في الحفلة؟ اوكي، فالمعنى مختلف بالطبع. لكن لو قلت do you enjoy being in the parties، هل تحب الوجود في الحفلات؟ نعم انا احب هذا او لا احب هذا. فهذا لا يعني اننا الآن في الحفلة اذا استخدمت do، ولكن انه عبر برأيي بوجه عام. لكن في هذا السؤال are you enjoying the party، تعني ان هي حاضرة بداخل هذه الحفلة وتستمتع بها أو لا حسب إجابتها. What's all that noise? What's going on? What is happening? Okay? What's all that noise? What is all that noise? ما هذه الضوضاء؟ What is going on؟ هذا الفعل هو. What is going on؟ معناها ماذا يحدث الآن؟ فwhat is جي بعدها الفعل going أو go إضافة له ing. The action is not necessarily happening at the time of speaking. For example, Steve is talking to a friend on the phone. He says, I'm reading a really good book at the moment. It's about a man who... أنا الآن أقرأ كتاب رائع جدا في هذه اللحظة، هو عن شخص كذا 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 كذا. أوكي، فهو فاتح الكتاب في إيده، في يده، وهو يتكلم في التلفون. Okay. Steve is not reading the book at the moment. هو فتح الكتاب لكن هو لا يقرأ فيه الآن، لكن هو بدأ في قراءته في فترة زمنية. He means that he started it. هو بدأ في قراءته. But he has not finished it yet. ولم ينتهي من قراءته. هو في المنتصف في هذا في ذلك. Okay. في منتصف الكتاب. وحين ينهي التلفون ربما ينهي الكتاب أو يقفل الكتاب ويقرأ وقته تاني وقت آخر. أوكي، ففترة زمنية معينة. أوكي، هذا هو المضارع المستمر. يمكن أيضا استخدامه بطريقة إضافية مثل Kate wants to work in Italy. تريد كيت أن تعمل في إيطاليا. So لذلك She is learning Italian. لذلك هي تتعلم اللغة الإيطالية. وإن أنت تتعلم اللغة الإنجليزية أيضا، يجب أن تقول I am learning English وليس I. ولماذا؟ لأن احنا تعلمنا أن المضارع المستمر هو فترة زمنية مستمرة. قد بدأت في تعلم اللغة الإنجليزية وأنت طفل وما زلت تتعلم اللغة الإنجليزية. أوكي؟ أخذت كورسات وما زلت أتعلم اللغة الإنجليزية. فهي فترة زمنية كبيرة ما. أوكي، I am learning English. أنا بدأت في تعلم اللغة الإنجليزية ولم أنتهي بعد. ففي هذه الحالة أقدر أقول I am learning Italian. فهذا ليس يعني أني أتعلم اللغة الإيطالية في هذه الوقت أو هذه اللحظة، أي ربما أنا أتحدث على التليفون وأقول لشخص ما أنا أتعلم اللغة الإنجليزية الآن أو أنا أتعلم اللغة الإنجليزية. فهذا ليس معناه أنني قاعد على الكمبيوتر الآن وعندي سماعات وأقرأ الكتب، لأ، ولكن بدأت في تعلم اللغة الإنجليزية وما زلت مستمرا في تعلمها ولم أنتهي من هذا. فهذا هو present continuous. Some friends of mine are building their own house. They hope to finish it next summer. بعض أصحابي يبنون their own house، بيتهم الخاص. Okay. Are building. Okay. عشان friends هي كلمة جمع. Are تعود للجمع. Building الفعل في ing. Okay. فهم يبنون المنزل. فبناء أي منزل يحتاج إلى شهر على الأقل أو ربما أكثر. ففي هذه الفترة من الزمن هي فترة الشهر. أوكي، في فترة زمنية بدأت في أول يوم الشهر وربما تنتهي في آخر يوم في الشهر، وربما لسه نعلم هتنتهي إمتى. فهي فترة زمنية هبني فيها البيت. فهذا هو فترة زمنية مستمرة. إن كانت مستمرة فهذا هو مضارع مستمر present continuous. فيمكن استخدام هذه الكلمات في مضارع مستمر.
مثل الآن، مثل today، اليوم، this week، هذا الأسبوع، this year، هذه السنة. periods around them. أريد أن أذكركم بشيء، أن في اللغة الإنجليزية لا يوجد مذكر ذكر وأنثى في الأسماء. يعني الأسبوع نقول عليه أسبوع، السنة نقول عليها سنة. okay. فربما نقول سنة. لست أنا متخصص باللغة العربية، ولكني ما أريد أقوله أن في كلمات مذكرة وكلمات مؤنثة في اللغة الإنجليزية، لا يوجد هذا. ف this week، هذا الأسبوع أو هذه السنة، أوكي، وليس هذا السنة، هذه السنة في اللغة في العربية. ولكن في اللغة الإنجليزية this، ليس في فرق ما بين مذكر وأنثى في هذه الكلمات this، هذا الأسبوع أو هذه السنة. فهي استخدمت this نفس الكلمة، ولكن في الترجمة اللغة العربية تختلف أيضا. Periods around now. You're working hard today. أنت تعمل كثيرا اليوم. أوكي؟ فأنت بدأت العمل ولم تنتهي، فأنت في فترة زمنية اليوم. بدأت العمل 8 صباحا وما زلت تعمل باجتهاد لكي تنهي عملك اليوم. أوكي؟ Yes, I have a lot of work. The company I work for isn't doing well this year. الشركة التي أعمل من أجلها أو لصالحها لا ليست تحقق الكثير من الإيرادات في هذه السنة، من أول السنة إلى هذه، هو هذه السنة. okay. فلم تحقق المزيد من الإيرادات في فترة مستمر من الزمن إلى السنة. We use the present continuous when we talk about changes happening around now, especially with these verbs. احنا اتفقنا احنا بنستخدم present continuous لما بنقول على فترة زمنية ما او حدث بيتغير، صح؟ صحيح. فلما اقول is your English getting better، هل لغتك الانجليزية تتحسن او هل مستواك في اللغة الانجليزية تحسن، فهذا شيء مستمر وليس ثابت. فالان انت مستواك مبتدئ، بعد الكورس مستواك هيبقى متوسط، بعد الكورس الاخر وهكذا هيبقى مستواك ففي تغير في مستواك في اللغة الإنجليزية. فلا يمكن أن أستخدم المضارع البسيط وأقول does، إن does هو ثابت، ثابت بمعنى مستواك في مبتدئ، هو مبتدئ فقط لن يتغير. إجابات محددة لأسئلة، إجابات بوجه عام. Okay. The population of the world is increasing very fast. تعداد السكان في العالم ينمو كثيراً، ينمو أو باستمرار أو يزداد. is increasing very fast، يزداد بسرعة جدا. فبالطبع كل يوم يزيد عدد المواليد مليون أو آخر أو بليار حسب تعداد السكان في العالم بأثره. ففي هذه الحالة فتعداد السكان لن يثبت. يعني ما أقدرش أقول النهاردة مصر فيها 95 مليون وبكرة هيبقى 95 مليون، لأ، بكرة هيبقى 95 مليون ومئة ألف طفل، صح؟ ففي هذه الحالة يتغير الزمن، فلا يمكن استخدام المضارع البسيط. ما أقدرش أقول increases، okay؟ فبنقول is increasing علشان ده شيء مستمر ويحدث باستمرار. At first but، ولكن إن كانت هناك إحصائية، يعني نقول مثلا تعداد السكان في العالم 10 مثلا مليون، فممكن اقدر استخدم المضارع البسيط، لان انا هنا ذكرت معلومه ثابته لن تتغير. او يزداد معدل السكان في العالم بنسبه 30% كل سنه. انا قلت هنا حاجه ثابته او معلومه، ما قلتش فعل يتغير او زمن يتغير، ففي فرق في المعنى، لا تعرقلك هذه المشكلة. فإذا كان فعل فالفعل يأخذ زمن، أما إذا كان اسم فلا يأخذ زمن. فالمعلومة هي ثابتة، ما ينفعش أخذ زمن المضارع المستمر فيها. أما إن كانت فعل
مثل increasing عشان قبلها is increasing، فهي في هذه الحالة هي فترة مستمرة من الزمن. At first I didn't like my job but I'm beginning to enjoy it now. في البداية لم أحب وظيفتي. هذا زمن ماضي. لاحظ أن يمكن ربط الأزمنة ببعض عن طريق conjunctions but and or. Okay. فيمكن بداية الجملة بفعل بزمن الماضي وإنهائها بزمن آخر مثل هذه الجملة، قد بدأت بفعل الماضي بسيط وانتهيتها بزمن المضارع المستمر. فلا تأخذ أن الجملة كلها هي ماضي أو الجملة كلها هي مستمر مضارع مستمر، فيمكن أن تكون في جملة واحدة أكثر من زمن، فيجب أن تلاحظ ذلك. فالكلمات اللي هي عليها مثقلة باللون الأسود هي كلمات okay في زمن المضارع المستمر. I'm beginning. في البداية لم أحب عملي، هذه الجملة، ولكن الآن بدأت أشعر أني أحب هذا العمل وأني أستمتع به الآن. هذا هو زمن المضارع المستمر، وهذه هي الواجب. Complete the sentences with the following verb. استخدم هذه الأفعال ولا تنسى أن تضيف الفعل am is are حسب الجملة. شوف I بتاخد ايه، it بتاخد ايه، they بتاخد ايه. اوكي، في حالة السؤال يمكن ان تستخدم am with are عادي خالص، والفعل هيكون ing. يعني لو قلت are you beginning to enjoy the work؟ yes I am beginning or not I am not beginning to enjoy my work now. فكما فعلنا في المضارع البسيط، المضارع البسيط كان الفعل في المصدر، أما المضارع المستمر فعل في الاستمرارية، فيجب عشان يكون الفعل في الاستمرار يجب إضافة am with أو are. أوكي، فبقول am I doing my work well؟ أنا بسأل شخص فبقول له هل أنا بعمل عملي جيدا؟ فهو يقول لي yes you are doing your work well. Yes، نعم أنت تفعل عملك بجد أو رائع يعني. أوكي، أو بتعب أو بدقة. أوكي، You are doing it well. I am doing it well. They are doing their work well. Are they? They are. ده السؤال. لما أقول are they فالإجابة تبقى they are. لما أقول am I اوكي فانا بسال نفسي سؤال موجه لشخص اخر، فهو هو يقول لي يو ار، يس يو ار، نو يو ار نوت. اوكي، والافعال دائما تبقى في هذه الحاله في المضارع المستمر اين باضافه اين جي لها. فنشوف هنا الافعال هذه ونشوف هنضيف لها اني فعل ام ولا از ولا ار. اوكي، عفوا، نفس الحالة هنا برضو ونفس الحالة هنا. دي الأسئلة، كان سؤال ب is he or she or it بتاخد is و am بتاخد I و okay he or she or it بتاخد is و am و are بتاخد they و we و you. okay، وهنا الأفعال هذه الأفعال تأتي في صيغة المضارع المستمر، فنشوف هتيجي إزاي هنا في هذه الجملة. هذا هو الواجب. إذا كان عندك أي سؤال في المضارع المستمر فيرجى مسألتنا في هذا الكورس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.